فيديو جديد ونهار جديد في قناه فوزيه وبناتها. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نعدل معكم واحد البيتزا سهله مكونات بسيطه. وكنتمنى ربي يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش باللايك والاشتراك. مرحبا بكم والف مرحبا. كما كتشوفوا هنايا عندي راما، عندي الفلفله، حيت لهذيك الزريعه ويلي ويلي الشغل بالجوع هذا كيتسمى، حيت لها الزريعه ودابا غادي نقطعها. تدوش عليا لالا شيماء باقا في المدرسه وانا خلاوني اليوم ندير لهم الشغل. انا اصلا بصلا ما عنديش معاها حتى وحده ما عجبتني. هذه الفلفله صراحه زوينه هذه البلاد، والله الا جابها لينا عمي الله يخلف ليه ويعطيه الصحه. شكرا بزاف عمي، كنعطيك التحيه من هذا المنبر. كنتمنى ربي تفرج هذا الفيديو صراحه زوينه كتعجبني انايا اكثر. ديك الحمراء كي كتجي معمره واه معمره بالكفته ما نعاودلكش على ماذا. سنة عاوتاني هذاك كتهضر في هذا الفيديو، هذا الفيديو الاخر حطت عليا الباطل وهذا الفيديو عند ماش ندخل تقول لهم كلمه ما دارتش دارتها مسوسه ضروري لقيت شي حاجه نقولوا. ايوا كيف ما كتشوفوا معايا انا نزيد الكاميرا هنا شويه باش يشوفوني كيفاش قطع اليوم. عندي هنايا فلفله غادي نقطع، غادي نقطع هاد الكميه اللي عندي كامله. ديروش على بنت امكم فوزيه راه حمقه وصافي قبلوا علينا وصافي. انا عطيتها اليوم حقرت عليها، عطيتها البصلات نقيه حقرت عليا الصراحه. جميع الدموع خايبين هكم مزيان يحفظوا لك الخايبين ويقوم مزيانين صافي. ولكن صراحه انا عطاتني المفعول اختي حاره بزاف. ايوا البصله اللي كتكون بلديه هي هي مزيانه كتحرك العين. كيقولوا لك ملي كيكونوا كيزرعوها كي ما عرفتش شنو كيديروا هي باش كتجي حاره. عرفاش بوا في اللحم ما عرفاش علاش كيك اختي وانت الشو بوا في اللحم ما عرفاش مشيشي في اللحم مسكينه كيقعد يعدي وصافي. ايه مسكين متهمينه بديك السميه الفلاح يا نوم وصافي غادي السميه. ايوا واش عادي السلوكات وصافي. واش عادي هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الشرائح قطعتها بحال هكذا. ودابا كيف ما كتشوفوا بعد ما قطعنا مادموزيل الفلفله الصفراء دابا غادي نقطعوا الخضراء. هما اصلا الصفراء والخضراء عندنا حنا الصفراء والخضراء والحمراء اليوم غنديروا لهم في هاد البيتزا غادي نوعوا ليهم. سناء عقلتي الصفراء والحمراء والخضراء فكرتي ودابا انا شفتك هكاك متألمة وبغيت نضحكك متألمة مع البصلة قلت اللهم جبد لك اليوم واش تضحكي. هذا ولدي كيفي سير شوفو سير يا حميدة. انا دابا سالينا سالينا الاخر سالينا شو سميتو هي هذيك الفلفله ديالنا عندنا على الصفراء والحمراء والخضراء. دابا غادي نكملو التقطيع ديال البصله. البصله انا ما عنديش معايا الصراحه شوطت لي عندي يعني. ايوا الحبايب هانتوما عندنا هاد المقله هادي غادي المكونات ديالنا. ساعتي دوماج سنة حيدت ليها اليد ديالها طيرات زي ما جات حيدتها. وشكون حيدها انا تبارك الله. شوف شحال لبس لحنا اللي كنجي عاود كنقيل معاك وقت انت جيتي ضايفه خرجتينا الدار عاد غاده
شكرا الله يرحمك. دنيا هاني شو مشكلة؟ هانتوما تستيلا ولا تستيلا ولا تستيلا؟ هانتوما عندنا نشوف لها خضراية الحمراء والصفراء. اليوم غادي نديرو لكم هاد البيتزا الصراحة الله مزوقة. هتجاوبها بالصفراء والخضراء والحمراء. منوع. و المقلاة واقيلا عمرات بزاف ولكن ماشي مشكل دابا يهبط غادي كيف ما كتشوفوا المقادير ديالنا كيتشحروا. دابا غادي نديروا العطريه مخلطه لي بزار وانتم عارفين المسائل والملحه الملحه على حسب الذوق كل واحد وكيفاش الكميه اللي عنده. انتما كتشوفوا لي كيفاش ولات داكشي كندمج مع بعضه. ودابا غادي نزيدو زيت العود. دابا غادي نضيفو زيت العود زيت المعلم زيت البلدي. حنا كنطيبو غير بزيت البلدي الحبايب ديالي. انتما انا خلطت المكونات ديالي مع بعضياتهم بقاو حتى الاخر وشاهدوا طريقه التحضير. هنا ديال البيتزا عندنا هنا بانيو درنا فيه الزيت ودرنا فيه خميره معجونه. ودابا غادي نضيفو المكونات. غادي نديرو الابزار الابزار بوحدو نديرو شويه الابزار على حسب الكميه اللي عندكم وغادي نديرو شويه الملح على حسب الذوق. ها هي غادي نزيدو دابايا غادي نزيدو الحليب نيدو. حنا عندنا حليب نيدو درنا حليب نيدو نديرو جوج معالق معلقة كبارين ديال الحليب هنا هانتوما كنخلطو داكشي مع بعضياتو. لي نديرو السحتر شويه ديال السحتر والزعتر وشوفوا لي هذيك الشيء كيفاش ولا تخلط مع بعضياته. هانتوما شنو ودابا ضفنا الماء وغادي نخلطوا. الماء غير شويه دافي يكونش بادي دافي شويه وصافي. دابا نديرو الطحين كوب ديال الطحين هذاك ما كوب الطحين الطحين على حسب نتوما الكميه اللي غادي ديروا البيتزا واش طاوه وحده جوج طاوات ثلاثه اللي بغيتو ديري لي الطحين. غادي نديرو الماء الماء على حسب عاوتاني حسب الكمية اللي عندكم ديال الطحين. ديري ليا معاك الطحين حسب شحال بغيتو نتوما ديال الكمية. كيما كتشوفو من بعد ما خلطنا العجينة ديالنا هاهي خلطنا ديك المكونات بعدين خلطناها مزيان وتلكسها شي شويه. دابا غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه اولا 10 دقائق اولا ربع ساعه غادي نخليها ومن بعد غادي نولي نعاود نديكها. عاقلين واحدين مع هاد العشاء هذا ودابا حتى علي نسالي الوالده قدر لينا يعدلوا الحريره مع البيتزا. هانتوما عندنا هنايا داك العظم العظم ديال الرجل العظم ديال الرجل نتوما عارفين الرجل ديال البقره. وعندنا الحماص كما كتشوفوا عندنا ها حنا حطينا القزبر والمعدنوس والكرافس على ستي العظم باش يندمجوا المكونات مع ستي العظم. ايوا غادي نديروا له دابا هاد الزعفران باش نديروا شويه ديال اللون باش ما تجيش الحريره مزربطه بيضاء. هلا العطريه مخلطه غادي نديروا هكا الكميه على حسب الكميه ولا حسب الكوكوت ولا حسب كل واحد وشنو عنده. غادي نديروا الملح الملح على حسب الذوق الذوق الذوق. البصله غادي نقطع البصله ما تقطعش تحك نحك الطماطم بعد ما طحناها. انتما كيف ما كتشوفوا كيفاش ولات. هما المكونات ديالنا دابا باقي لينا غير بصيله غادي نديروها. وانتما كتشوفوا دابا غادي نديروا معلقه ديال السمنه باقي ليا غير البصله حتى نطحنها وغادي نديرها. ايوا الحبايب ديالنا دابا نعملوا البصل بصل. ايوا حنا عملنا المقادير ديالنا كاملين ودابا نحطوها في الشحر ومن بعد نمرقوها ونشهدوها معكم. التحضير
درنا البيتزا تيكوين ميني بيتزا. تبارك الله على لالا شيماء ولالا الشفه ديالنا شاف موحة. قول شي كلمه شيماء. نعم قول لي شي حاجه الحبيب ديالنا. يا الحبيب ديالي من بعد ما عمرنا هذا غادي نديروا لها الفرماج وغادي نقشيوها في الفران. هانتوما كيف ما كتشوفوا يا الحبايب هانتوما تبارك الله علينا عطينا الله الصحه وصافي غيقبلوا لينا وصافي ماشي شي بيتزا. كنعملوا ليها الفرماج باش نخشيوها في الفران يا احلى متتابعين ديالنا. ما تنساوناش باللي لايك ديالكم ولي كومونتير واللي جديد ما ينساش يتابونا فلاشين. غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نسليو الكميه لانها كامله ونوريكم الشكل النهائي حتى الاخر ان شاء الله. من بعد نحشيو الفران. واه يا الحبيب ديالي دابا في الفران وغادي نسدو عليها الفران وغادي نخليوها حتى يطيب الفرماج وطيب العجينه ديالنا. بعد ما وجدات مادموزلي شيماء كتخويها في الزلايف وغادي نحطو العشه دابا يا الحبايب. وصراحه الله كنتمنى يكونوا خفيفين على القلوب ديالكم. اللي جديد ما تنساش يتابعونا معنا عفاكم الله يرحمكم الوالدين واللايكات عفاكم والشراك. هانتوما كنعملو دابا بزلايف باش ان شاء الله غادي نحطو العشاء. دابا غادي نمشي نوريكم بيتزا غادي نحطوها في الطباسل. بقاو معنا ما تمشيو فيه. البيتزا جانية جات من الفران غادي نعدلوها في الطباسل. الصراحة الله كتبان عليها كتشهي والله غي سمحوا لينا على شهينا شي واحد. شنو؟ هي البيتزا ديالنا عملناها في الطباسل شوفوا تبارك الله ما شاء الله. وباقي لينا حنا في الطاوه وهما الطباسل عملناهم. هذه البيتزا ديال مامي ما فيهاش فرماج حيت مامي ما كتاكلش فرماج. ها هي البيتزا ديال مامي غزال الله يخلي لي مامي ديالي الله يحفظها لي وكنتمنى ربي يطولها في العمر ان شاء الله. وكل واحد يخلي لوالديه. ها انتم كيف ما كتشوفوا معنا الطبيله ديالنا هاد العشاء شوفوا تبارك الله ما شاء الله. بصح هاد البيتزا ما تقاليناش في العنق ديالنا بالصحه والراحه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوناش باللايكات والكومنتات ديالكم الزوينين. وياه الوالده هي شفتيها ايوا قولوا بالصحه والراحه بالصحه والراحه العشاء المشاهدين ديالنا. يا ما تنساوناش باللايكات واللي باقي جيتي ما تنساش تابونا. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.